بتعرفي شو سارة؟ لسه عندي أمل أنك تشوفيني بطريقة مختلفة. مش جزين، نحنا كتير حكينا بالموضوع واتفقنا أن علاقتنا تكون شغل وبس. أوكي أوكي سارة، بعرف، بس يعني عم أقول إذا كان هالشي قاعدة فممكن يكون في استثناء ولا لا؟ مش جزين. أوكي سارة أوكي، رح أسكت. أنا بس حبيت خبرك لقلك أنه الأمور كلها يدها تمام ومعتصم من داعى على التحقيق. مرسي على كل شي عم تعمل. لا ولو يا سارة، ما في داعي تشكريني أبدا، بس مع هيك لازم نضل منتبهين. أوكي أكيد رح ضلني منتبه. أنا حبيت خبرك بس لحتى تطمني وتنامي مرتاحة اليوم. تصبح على خير.